انتما كتشوفوا الحاله اللي قالت ليها الامور هنايا، كانت واحد المزبله حاشاكم هنايا، المسؤولين ما عطاوهاش واحد الاهتمام، بقى داكشي كيتزاد كيتزاد حتى لواحد النهار هجم علينا الدود وهجم على المدرسه والمنتكي والمنتكي. كيفاش داكشي بدا كيتراكم؟ يعني المسؤولين على النظافه ما قاموش بالواجب ديالهم. كان يعني كان المفروض انك يوميا ولا على الاقل مره في يومين ثلاث ايام يجوا، بالعمرات كيهملوها حتى 20 يوم 15 يوم 20 يوم، داكشي كيتراكم وكيتراكم وكيتراكم، والناس ما كيلقاوش فين يلوحوا الازبال، تيبداو يلوحوهم في الشارع، وبقى غادي داكشي واحد النهار حتى لقينا الدود هاجم على المدرسه وهاجم على السكان وهاجم، هادشي شي ثلاث ايام هادي باش هاجم، من تماك عاد اتصلنا بالمسؤولين وكل شيء، والمسؤولين اتصلوا بالناس ديال النظافه عاد جاو بداو كيلقيونا. نطالبوا ان الناس ديال النظافه يقوموا بالواجب ديالهم، ان هذا الكاميون ما يبقاش يجي يتاخر، يبقى 15 يوم 20 يوم عاد يبان. يجيبوا لنا الطوارق. ويجيبوا الطوارق ويعطوا واحد الاهتمام للشارع حتى هو ينقيوه. هذه هي المطالب ديالنا حنا ما لا اقل ولا اكثر، وبخصوص حنا امام مؤسسه تعليميه. الدراري الصغار ذاك النهار تخلعوا، هما اللي كاع داروا هذه الانتفاضه هذه.